والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. علامة لن ينساها المصريون، حجة في التفسير، بحر في العلم القرآني، إنه الشيخ الإمام، داعية العصر، مجدد القرن، محمد متولي الشعراوي، الذي تجلت مكانته وحفر اسمه في تاريخ الأمة الإسلامية إلى يوم الدين كواحد من أهم المجددين في الإسلام. 87 عاماً قضاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في خدمة القرآن الذي أبدع في تفسيره، فكان مدرسة بل جامعة نهل من علمها الكثيرون، وتعلق بها الملايين في مصر وخارجها من كل البلاد. كان للإمام تلاميذ عاشوا في مدرسته القرآنية، شهدوا بأستاذيته، تعلموا منه أسرار القرآن ومعجزاته، ووقفوا على موهبته التي منحها الله له. كان واحداً من تلاميذ الإمام الذين تعلقوا بعلمه وأحبهم الدكتور حسن راتب. كان الشيخ لم يفارقنا حتى الأمس، وأنا عايز أقول لك إن علاقتي بالشيخ فعلاً علاقة تلميذ بأستاذ، علاقة مريد بشيخ، علاقة بنوة بأبوة، كانت علاقة متعددة الأطراف لا تتخيل الثراء اللي أنا اكتسبته من هذه العلاقة. وأعظم أنواع الرزق أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بناس، أولاً إذا أحب الله عبد رزقه بخليل، إذا نسى ذكره، وإذا ذكر أعانه. وأنا أعتقد أن الشيخ كان هذا الخليل، ولكن كان الخليل المربي. الدكتور حسن قال ان حضرتك استاذه العزيز اللي بيعتز بيه وبيتعلم منه، ورمز من الرموز الجميله، واجمع حضرتك بكل الاساتذه. وهو بيقول لك انا استاذ واقسم لك بالله انني اخذت منه ما ياخذه تلميذه من استاذ. ليه؟ لانه هو في نواحي يمكن انا كنت بعيد في تربيتي عنها، فهو ادهالي من عنده، خد ثقافته من اول ما جات له ثقافه، وابتدى اقعد وياه جلسه ينبع عليا من الاشياء، فزود ثقافتي. جميل، يعني ده الاستاذ بيعتذر التلميذ. امال ايه؟ شوف يا فيت، ما فيش حد اسمه يمر بحياتك الا وتستفيدين منه ويستفيد منك. كما يقولون البدايات أساس العلاقات، وبداية العلاقة بين الإمام وتلميذه حسن راتب لم تكن محض صدفة أو لقاء عادي. من حسن الطالع إن إحنا كان لينا صديق مشترك، كان رحمه الله الحاج عارف، وأنا بتربطني برضو بهذا الرجل علاقة طيبة جدا جدا، رجل مبارك يعني. عزمني مرة على الغداء وقال لي إحنا معزومين على شرف فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وده كان في الثمانينات يعني. والحقيقة أنا فرحت جدا بهذه الدعوة، لا سيما إن الدعوة كانت محدودة العدد، كان في حوالي 7-8 إذا ما خلتنيش الذاكرة. الحاج محمد عارف ابن الحاج عارف، وجزء من أولاده، والحاج عبد الرحمن عبد السلام، ومجموعة من الناس اللي هم أفاضل أصدقاء مشتركين يعني. بدأت بسؤال، سؤال عادي، بقول له يا مولانا، وإحنا على الغدا يعني، كل قرض يجر وراه منفعة فهو ربا، طب إيه حكم القرض اللي بيجر وراه ضرر؟ قال لي تقصد إيه؟ قلت له أقصد يا مولانا إن التضخم بيتقاس دلوقتي 6.4، يعني بإيه؟ بالواحد من عشرة بيتقاس. فلو إن التضخم 10% وأنا أديت حد 1000 جنيه وخدته آخر السنة 1000 جنيه، ف
فالقوة الشرائية انخفضت ب10%، يبقى أنا خدت 900 جنيه. لو خدت 1100 جنيه بقى ربا. بص كده، برغم ان العدد كان قليل، وانا والله اعلم والله كنت بسال السؤال ده يعني بنيه طيبه، يعني ما عنديش نيه. فقال لي هو كل واحد عايز فاتوره ربا جاي للشعراوي ياخد منه فاتوره ربا؟ انا كنت اوجدت النظام الاقتصادي الفاشل بتاعكم عشان اوجد لكم حلول لمشاكله. يا مولانا ما فيش بقى ايه، وانفعل انفعال شديد احرجني في وسط الجلسه واشعرني ان انا يعني قلت حاجه غلط. فواحد قام قال له يا مولانا اصل حسن راتب ده راجل بتاع اقتصاد ودراسته ومش عارف ايه. قال له ما هم دول افسدوا الدنيا. فطبعا شعرت بحاله احباطيه شديده جدا. انا بحب هذا الرجل وبعشقه وبتفرج عليه في التلفزيون ومعجب جدا بمنطقه في الاحاديث وتاويله للايات، وحينما يتكلم عن خواطر تشعر انه يترجم حاله انسانيه، واشعر انه ممدود ومنفوح بمدد، تفاجأ على الطبيعه بهذا المنظر. فحصل لي حاله قبض منه. والانسان عاده يا استاذ محمود بين القبض والبسط مع الناس. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى كان رزقني بثلاث بنات وكان نفسي في ولد. فدعوت الله ان يرزقني ايه؟ الولد. ودعوت ان يكون صالح. فرزقني محمود. محمود طبعا دلوقتي خريج جامعة الألمانية وحد من الناس اللي كان في هذه الفترة. محمود عنده 3 شهور وأصيب بنزلة فيها جفاف جامد جدا، ولدرجة إنه وصل إلى مرحلة من الإعياء، لا يقدر ياكل ولا يقدر يعني ما يرضاش يرضع ويرفض الدواء. خلاص احنا قاعدين بنسلم ربنا، حتى وصل الى حاله الاعياء انه ما يقدرش يعيط، يعني حتى البكاء ما لا يقوى عليه. والوالد الله يرحمه قال لي ايه؟ قال لي انزل تصدق بمبلغ ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال داوا مرضاكم بالصدقه. نزلنا وتصدقنا بمبالغ، لكن الولد ظلت الحاله تتدهور لا ما عليه، لحد ما في يوم من الايام اقسم لك وجدت أنا قاعد بتكلم مع المدام صاحي مش نايم، فوجدت الشيخ شعراوي داخل أوضة النوم شايل محمود. فقمت أنا بكلم المدام بقول لها، أنا بكلمها وبصل الشيخ بقول لها بصي الشيخ شعراوي شايل محمود، أنا بصل الشيخ وبكلمها. فقالت لي محمود أهو. فببص لقيت محمود إيه نايم، وببص تاني راح منظر الشيخ بس انا صاحي. فبقول لها والله العظيم شايفه ولابس كذا وكذا كل حاجه ومبتسم. فالمدام لسانسه ده بتسمع لنفسه. فقالت لي والله شوف زمن النوم غير زمن الاستيقاظ، والحلم واحد على 12 من الثانيه، فوانت بتكلمني خدتك سنه من النوم فشفت الرؤية، والان بتحكيها في زمن الاستيقاظ غير زمن النوم. المهم ادت تفسير منطقي من الوجهة النظر الإعلانية. ماشي لسانس أداب، وقلت لها حاضر وصدقت وخلاص والموضوع خلص على كده. لكن ذهني يعني مازال معلق بهذا المنظر والمشهد وابتسامة الشيخ وهو شايل محمود وبتاع. محمود بعديها على طول عيط، والدته بدأت ترضعه يرضع ياخد الدواء، الحرارة اللي كانت عنده نزلت وبدأ يتماثل للشفاء. عظيم. هنا لابد أننا نقول أن الأمر لابد، لأن أصل في علاقات هامة جدا في التوحيد لازم كمان الناس تتعلمها، وعشان لا تفتن العقول أن الشافي هو الله طبعا، أنا مش حد تاني طبعا يعني. طبعا. لكن أحيانا ربنا يسبب الأسباب ويحدث البركة على أيد بعض من خلقه. ربنا الحمد لله شافى محمود وتماثل للشفاء. لكن الغريب بقى حد كده عادي اللي مش عادي اللي جاي بقى انا، لان كنت مرتبط قوي بمحمود ابني ولد بعد 3 بنات فقلت والله انزل اعمل عمره واسجد لله شكرا تحت اعتاب الكعبه على شفاء محمود. فعملت كده وانا خارج من المقام الشريف بتاع سيدنا رسول الله، لقيت مجموعه من الاصدقاء اللي كان مشتركين بيننا وبين الشيخ حاج محمد عارف.
بيقول لي ايه؟ بيقول لي يلا انت هنا كذا، ده الشيخ شعراوي هنا قاعد في شقه عبد العظيم لقمه، وشقه عبد العظيم لقمه دي في عبارات الاوقاف قدام على طول الحرم النبوي. ده بيسال عليك. قلت له الشيخ ما شافنيش غير مره واحده وما يعرفنيش، ولما شافني عمل معايا. المهم انا ايه، ما قال لي والله يا اخي لازم تيجي. والمهم رحت، دخلنا في صاله كبيره، الشيخ قاعد في ركن، فرحت انا قاعد في الركن مش اللي قباله، لازم عشان يشوفني يطلع بالقد بتاعه ويشوفني. فلقيته ساب الناس كلها، وكان قاعد يجي حوالي 20-25 واحد، وراح عامل بقده كده وقال لي بقى قاعد بعيد ليه ياسي حسن. فقام واحد الحاج عبد الرحمن عبد السلام حي يرزق ربنا يديله الصحه، قال له مولانا اصل حسن راتب كان واخد على خاطره شويه يوم ما كنا عند الحاج عارف وحضرتك، قال له اخرج منها عبد الرحمن انا رحت صلحته، اخرج منها عبد الرحمن انا رحت صلحته. مش كده يا سي حسن؟ قمت انا قمت جري وطي على ايدي بايسها، قلت له كده يا مولانا، وشلت محمود كمان. سي حسن هكذا كان يفضل الامام ان ينادي الدكتور حسن راتب الذي كان يراه الامام واحدا من ابنائه بحق، يؤثره بجلساته ويفتح له قلبه ويسر له بما لا يناله غيره كثيرون. فعرف عنه تلميذه مواهب ربما لم يقف عليها آخرون. الناس تسألني ما هو القاسم المشترك بينك وبين الدكتور حسن كام؟ حسن راتب. ما هو؟ إيه القدم المشترك اللي خلانا أحبه وأحبه؟ إيه هو بقى فضيلة الشيخ؟ أننا الاثنين بنمثل قضية خلافية في الأرض. بمعنى إيه فضيلة الشيخ؟ بمعنى إيه؟ انني بنشر قيم. ايوه. والقيم لا يمكن ان تؤتى الا بحياه لها قوت، وحياه لها قوت لا بد من ان نستعمر الارض ونخصبها ونستثمرها. يبقى اذا هو بيكملني وانا بكمله. شيء اخر يعجبني فيه انه كان من الممكن ان يعيش حياته مترفا، ويعيش أبناؤه معه مترفين بما أفاء الله عليه من رزق في حياته الماضية. كان يقعد يحط رجل على رجل ويفضى بقى الصبحية يروح هنا النادي هنا ويقعد يعمل كل حاجة. إنما إنسان جمع كل عرقه وعمله دم، هذا الدم يعمل فيه وقود علشان يدي خير للناس، وكان من الممكن أن يستغني بخيره عن خير هذا الناس. فإذا ده معناه أن الإنسان لا يعمل لحاجته. دعوة دي فضلت الشيء. لا يعمل لحاجته فقط، ولكن يعمل على قدر طاقته، فيأخذ حاجته وما بقي يفيضه على من ليست له قوة يفعل بها. هو كذلك علاقة لم تمتد عاما أو عامان، بل امتدت لعقود كان خلالها الدكتور حسن لا يفارق الإمام. كان فضيلة الشيخ جارا للدكتور حسن راتب، واعتاد لسنوات طويلة أن يتناول إفطارهم معا،